الإيقاع عالي ومتسارع وكل الناس جارية وبتصارع ماضي الزمن الأضحى مضارع تبدأ حكاية دعم عدلان عم عدلان والزمن الطشة وشكل الدنيا صبحة هشة ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى وسرعة تعدل فيها القشة. صدر تحت توقيعه عدلان الصاوي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العائلية. همك هم يا عم عدلان وغمك غم يا زول إنسان تحلم ونحلم بالمكان أسرة مؤسسة ناس ومكان عندنا نفسنا الريحة زمان بيت مسؤول أمور محبان والف سلام يا عم عدلان. حمدان ضل قاسية ها ناس حمدان ضل قاسية انا ذا الحلة حمدان ضل قاسية ها ناس هاي حمدان ضل هلو معك سر عدلان مينو آسيا مرت حمدان طلقوها طيب دقيقة كلم أبوي يرجع لك تمام أبوي أيوه أبوي قالوا آسيا مرت حمدان طلقوها آسيا وحمدان اتطلقوا لا حول ولا قوة إلا بالله ليه أبغض الحلال عند الله الطلاق يا سبحان تعرف إيه معنى إنه أسرة مبنية على الحب والوئام اتطلقوا معقولة ده مشروع بتاع عائلة مؤسسة اتفرتك بكلمة واحدة الطلاق أحيي يا آسيا طلاقك ده وجعني شديد هي بالغت راجلة حلف عليها طلاق قال لها ما تمرق تقوم تمرق كلامك صحيح غلطت لكن يا أختي الرجال ده بقوا حلفوا بالطلاق ساكت سمع أضانة دي واحد منهم قال للتاني انت قايلني زوجت لشنو؟ ما عشان حليفة الطلاق دي هو قايل روح شنو؟ في كل صغيرة وكبيرة احلف علي بهدينا انا بالطلاق الا لكن المرة دي وقفت على رأيي ومركت قلت له انا ما ماشي لي زولا غريب انا ماشي لي بيت اختي الا هو وقف وقال لي الطلاق ده حار يا اختي الزمن ده في رجال بيعرسوا ما هم دي الحريم قاعدات وما لاقيات عرس حبابكم والله يا حبابكم تفضلوا يا رجال تفضلوا ازول انا قلت لها وحلفتها وسع بقول عليها بدون حليفه طلقانا هي لكن حمدان اخوي نحن كلنا بنحلف بالطلاق لا لكن حمدان عارفين ان الكلام ده غلط وما بنطلق انت مشكلتك حلفتها وتميت جنب الباب انت كده عقل وقول مرجوعة في مسماها ما بقول مرجوعة ما بقول مرجوعة كله كله
إلا تحتذر لي قدام الناس كلهم وتتعهد إنه تاني ما تتني لي كلمة. أيه أنت داري والناس يقولوا علي شنو يعني؟ مرته ضبحت له الخديسة؟ خديسة؟ هذا الهوي أخواننا الموضوع كدي بالطريقة دي ما بيتحلى. نحنا ننتظر عدلان لحد العصر بيجي، لما نجي كلنا نتلمى ناس الفريق ونمشي عليه شيرد عم سليمان ونلم الناس الكبار العاقلين في الحلة دي ونشوف لك حل لموضوعك ده يا جنى. الو نجيكم وين؟ نجيكم وين؟ شجرة عمك سليمان؟ خير خير. تفضلي تفضلوا اقعدوا اقعدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالمدير الكبير رغم انه لا مدير ولا شتين، ولكن انا بقول له مدير والمدرنة ظاهرة فوق. اخواننا والله عدلان ده ما مقصر معانا تب، اي مشكلة في حلتنا دي بيجي من الخرطوم بيحلها وبيرجع الخرطوم. مرحب مرحب بيه عدلان. مرحب مرحب بيه عدلان. هاي مرحب مرحب بيه عدلان. مرحب مرحب بيه عدلان. حبابك حبابك يا عدلان. مرحب مرحب بيه عدلان. أها رغم ذلك وكذلك نقدم لكم أخونا الفاضل في كلمة قصيرة. الفاضل أخوي قصيرة تفضل. بسم الله والحمد لله. شوفوا أخواننا أقول لكم من الآخر كذي ده يوم أغروا كلام ليه وضل، لكن إحنا فريقنا ده من ما قومنا لا فيه طلاقات ولا فيه مشاكل بالحيل وإنت العوقة التليفة البهيمة السخلة الله يزعلك آسيا دي مرة بطلقوها قوم على حيلك رجعها والله يقبل عكاز ده فلقك. الباضل الكلام ده هذول ما كلامه هذول أمشي أقعد هذول. ها قدم عدلان. سمح ونقدم لكم انا عدلان. انا هين بيجيك بيوريك المقشم بلا بصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ده شنو يا اخوان؟ ده شنو ده اللي بتعملوا فيه ده؟ في مشكلة بسيطة عاملين لكم هيلمانة ومقومين الدنيا وهم قاعدينها حتة مشكلة بين راجل وزوجته. الحاصل شنو؟ حمدان انت طلقت آسيا دي صح؟ ايه. وما عايز ترجعها تاني مش؟ ايه ما عايز ارجعها. خلاص على كيفك. على كيفك فين على الكلام ده؟ السؤال الجاي ده لآسيا. اي انت يا آسيا حمدان ده ما دايراه مش؟ ما دايره وخلقته دي ما بقدر اشوفها. خلاص يا اخواننا سيد الحق راضي شن تعب القاضي. الطلاق حصل والحصل حصل يا اخواننا خلاص. لكن يا آسيا عندك شهور عدة لازم تقضيهم مع زوجك ده في مكان واحد. ابوي جيك حيلة عماء. اسكت يا امجد اسكت. انا اصدرت قراري وقراري نهائي. آسيا وحمدان حيعيشوا في مكان واحد، حيعيشوا معاي في الفيلا. آسيا حتكون مع سامية وحمدان حيكون معاي أنا تحت الرقابة اللصيقة. يا داب حتكتم فيهم فارس. أبوي ده سمعني ولا شنو؟ أمشي مع حمدان ده وجهزوا شنطته. سامية وسارة جهزوا مع آسيا دي شنطتها.
شنطتي ما ستف وجاهزه من يوم ما طلقني، ستفتح ديماتي فيها. اخوانا اخوانا اديتونا جوع يا اخي، قوموا رح ناكل يا اخي. ها يا اخي. آسيا مدي ايدك يا بنت تكلم عن الناس. ماني دايره، كل ما اتذكر خلقه حمدان دي بطني تطم من الاكل. وعدلان جبناه فزع بقى وجع. حمدان ده ما يركب معانا، كان ركب معانا انا ما بمشي. ناس حمدان ده حيركبوا ورا، انت ما شغلتك بيهم، نحن حنركب قدام. اراح اراح. تفضل. حبوا قدام. هاي انا اسيا، الليله تبيت معي. خلاص كويس ما في مشكله. رح حمدان حيقعد معي. رح تفضل. ألو دكتور يوسف، أهلا يا أخي، عايزينك سريع جدا لأنه عندنا واحد مريض هنا. أيوة عيان شديد. لا 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 ما من الأولاد، ضيف نازل معانا هنا. أيوة بالله استعجل. شكرا. أبوي العيان منو؟ حمدان سجمي. حمدان ماله؟ حمدان عيان سقمي يا اخواني. حمدان ده الصداع ما بيتحمله، ماله عنده شنو؟ وهسه هو كيف قلقان عليه؟ كيف ما اقلق، دي ما عشرة عمر، بعدين هو كمان حمدان غريب علي. هاي بسم الله انا قادر. احنا لسه الخطه الاولى نجحت، الثاني علي. تفضل. كيف اصبحت؟ الحمد لله والله. تفضل. ابوي اسيا دي تعبانه شديد. اسيا؟ ما انا اسيا، انا اسمعينا كويسين. ارحكاكم ارحكاكم النهارده هلا. سكت مالك؟ انت ممنوع تقابلها او تتكلم معاها او حتى تشوفها. وهي كمان برضو. هو عنده الأزمة، أنا قلت له شيل معاك البخاخ، إلا هو ما بيسمع الكلام، راسه قوي. بعدين هو كان عيا ما يعيا، ما شغل تبع ولا شيء. يا ربي هل بيكون مشى معها الاستبال يا امه؟ يا اخي انا مالي مالها، انا ضعت ما عندي بها قضيه. هي لكن هي ما بتعمي. ايوه يا زول هوي
القسمة بيناتنا انتهت. أنت تمشي هي العدة دي وتمشي حلا. أي هو يا سامي الزول ده عيان والواجب بيقول أمشي أكفر له. أنا بتريف أنا مع الشالو. هيدا أكين دي بتعمي أيه وعمره الظفر ما بيطلع من اللحم. ونحن ناس واجب الواجب ده من عرفه زين على عدو ذاته أكامرت من واجبه. خلي كمان تكون دي آسيا. أيه أنا أمشي أكفر له واللي يحصل يحصل. أيه آسيا آسيا حمدان آسيا انت كويس؟ أصلي الحمد لله على السلام. الله يسلمك. أنا جيت أكفر لك. أنا ذاتي جيت أكفر لك. أنا مالي ما شديدة ماني عيانة. الحمد لله. أنا ذاتي شديد الحمد لله ماني عيانة يا والله. الحمد لله. ما دامت أنتوا كده اطمأنيتوا على بعض خلونا نحن نطمئن عليكم. ولا أنت مرجوعة يا حمدان؟ أظن عزبت أقول للمرة دي مرجوعة. هاي عليك الله أقول لها يا أخ سليت روحنا سل بعد أنا عارفك بالدورة يا حمدان يا أخ قول لها مرجوعة يا أخ. رجاء يا حمدان مرجوعة زول بشرط. ها؟ تاني ما تحلف طلاق. بوعدك بذلك. اتضمني شنو؟ علي الطلاق. استغفر الله العظيم والله تاني ما بحلف طلاق. الإيقاع عالي ومتسارع وكل الناس جارية وبتصارع ماضي الزمن الأضحى مضارع تبدأ حكاية عم عدلان. عم عدلان والزمن الطشة وشكل الدنيا صبحة هشة ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى وسرعة تعتر فيها القشة. صدر تحت توقيعي عدلان الصاوي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العائلية. همك هم يا عم عدلان وغمك غم يا زول إنسان تحلم ونحلم بالمكان أسرة مؤسسة ناس ومكان بين نفسنا الريحة زمان بيت مسؤول وقول محبان والف سلام يا عم عدلان.